كشف التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي والهلال الأحمر المصري عن حجم ما تم نقله من مساعدات لقطاع غزة وكمية ما وصل لشمال سيناء ويجري نقله تباعا. للمزيد ينضم إلينا مباشرة مراسل التلفزيون المصري من العريش كريم بيبرز. كريم، نعلم أن المئات من الشاحنات في انتظار الدخول ووصول المساعدات إلى الأشقاء في قطاع غزة، آخر الأرقام والشاحنات الجاهزة ومستعدة الآن. نعم، تحياتي لكم وتحياتي لجميع السادة المشاهدين. ما زالت هذه المساعدات تستمر في القدوم إلى العريش، سواء عن طريق مطار العريش الدولي أو حتى المساعدات البرية التي تصل إلى مدينة العريش، ليتم بعد ذلك تجميعها لتتحرك إلى معبر رفح المصري، ثم تذهب إلى الأشقاء في فلسطين في قطاع غزة. نتحدث عن أن الهلال الأحمر الفلسطيني أعلن عن تسلمه 118 شاحنة حتى الآن منذ بدء دخول الشاحنات، حيث كان الاتفاق أن يكون المعدل هو 20 شاحنة يوميا للدخول، لكن بالأمس فقط بعد هذه المجهودات الدبلوماسية المصرية القوية خلال الفترة الماضية والضغط الشعبي أيضا، دخل بالأمس أكثر من 40 شاحنة إلى معبر رفح في المكان أو الوصلة ما بين المعبر رفح المصري ومعبر رفح الفلسطيني، واليوم دخل 33 شاحنة، وفي انتظار أكثر من 30 شاحنة ينتظرون الآن دورهم في الدخول لمعبر رفح المصري. ولكن هذه الشاحنات تذهب في البداية إلى معبر العوجة، تخرج من معبر رفح المصري إلى معبر العوجة ليتم تفتيشها من قوات الاحتلال، ثم تذهب بعد ذلك إلى الهلال الأحمر الفلسطيني، كل ذلك يتم نقله عن طريق الهلال الأحمر المصري. ونتحدث عن مؤتمر اليوم كان لي الهلال الأحمر المصري بمحافظة شمال سيناء في مدينة العريش، وأيضا التحالف الوطني. هؤلاء يعني هذه المساعدات وصلت حتى الآن إلى أكثر من 2500 طن فقط من الهلال الأحمر المصري والتحالف الوطني. نتحدث عن 1300 طن من المساعدات الجوية التي وصلت إلى مطار العريش عن طريق ما يقرب من 56 طائرة، وصلت منها الطائرة البحرينية التي وصلت منذ ساعات إلى مطار العريش الدولي. نتحدث عن 1500 متطوع يشاركون في تحريك هذه المساعدات ونقلها إلى المخازن داخل مدينة العريش والصالة المغطاة بالعريش، ليتم تحريكها بعد ذلك إلى معبر رفح المصري. أكثر من نصف هذه المساعدات جاءت فقط من مصر، أما الباقي جاء من 29 دولة مختلفة شاركوا في هذه المساعدات، و14 منظمة دولية وعالمية شاركوا أيضا في هذه المساعدات، منهم منظمة الصحة العالمية واليونيسيف والأونروا وغيرها من المنظمات. كل هذه المساعدات تتحرك إلى معبر رفح المصري. طيب كريم، معنى ذلك أن المتطوعون ما زالوا متواجدين الذين يعني يعملون تحت مظلة التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، هم أطلقوا على أنفسهم المرابطون حتى الإغاثة منذ بدء الحرب والعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة. هل يتم التنسيق يعني فيما بين المتواجدين على المعبر وتحريك الشاحنات والمساعدات التي تصل إلى مطار العريش؟ بالطبع التنسيقات لا تتوقف، خصوصا أن المسؤول عنها هو التحالف الوطني والهلال الأحمر المصري. مزيد من المساعدات ما زالت يعني يتم تجهيزها في القاهرة وباقي محافظات الجمهورية ليتم تحريكها بعد ذلك. 1500 متطوع هم فقط داخل العريش ورفح، ولكن الأعداد أكثر بكثير في باقي المحافظات، محافظات جمهورية مصر العربية. التنسيق بالطبع ما زال مستمر، هؤلاء المتطوعين يتحركون ما بين العريش ورفح يوميا، يواصلون العمل أكثر من 70,000 ساعة، أكثر من 70,000 ساعة متواصلة يتحركون فيها هؤلاء حسب الهلال الأحمر المصري. هؤلاء المتطوعين يتحركون فيها يربطون الصباح بالليل ليحركوا هذه المساعدات، خصوصا أنه يتم فرز هذه المساعدات لاختيار المستلزمات الطبية والأدوية التي تكون لها الأولوية في الدخول، خصوصا في ظل هجوم قوات الاحتلال العنيف على المستشفيات وخروج 12 مستشفى من أصل 35 مستشفى عن الخدمة في قطاع غزة. لذلك بالطبع هذا العمل مستمر، يستمر إما هنا في العريش أو حتى في معبر رفح عن طريق تكديس المساعدات قدر الإمكان في أقل عدد من السيارات لدخول أكبر قدر من المساعدات إلى الأشقاء في فلسطين. أشكرك جزيلا مباشرة من العريش كريم بيبرز مراسل التلفزيون المصري.